الصغير، لأن جاب الله نعرفه حكم نزيه يتمتع بأعصاب باردة لأن لا تصل به الأمور إلى الاستفزاز. ما قام به هو كسر حتى ميكرو تلفزيون، أمر غريب جدا. حتى الفرقة التقنية لتلفزيون الجزائري تعاني مع حسام حسن، ماذا يريد أن يكون فوق أرضية الميدان؟ وكأن الهزيمة لا توجد في قاموس حسام حسن، إن هزمت في الكثير من المرات مع المنتخب المصري، أقصينا في القاهرة في الأقصى مر أمام المنتخب المصري بنجومنا بسادتنا بماجير ببلوني، ومع ذلك لم نقم بمثل هذه الحركات. كيف تريد أن يكون رد فعل الجمهور بعد كل لكن الجمهور رياضي، الجمهور رياضي بأتم معنى الكلمة، درس آخر في الأخلاق، درس آخر في كل هذا. لكن هذا لا يقلل من قيمة أشقائنا المصريين، بطل إلى أشقائنا المصريين الذين شرفوا القارة السمراء أكثر من مرة، أبطال إفريقيا، الفريق الذي يحظى بالاحترام في كل مكان. فالكل الجمهور الجزائري فرح وهلل لتألق النادي الأهلي المصري، المنتخب المصري أيضا، الكل ناصره من أجل إنجاز آخر، الكل تفاعل معه، الكل تفاعل مع الأهلي في نهاية كأس العالم للأندية، لأن الأمر يتعلق بوطن عربي كبير، يتعلق بقارة إفريقيا. لكن ما يفعله حسام حسن لا علاقة له لا بالرياضة ولا بشيء آخر، يتحدى الجميع ويرفض حتى مغادرة أرضية الميدان. لا أدري ماذا أقول، حتى الكلمات، حتى اسمك يا حسام حسن، حتى تاريخك في بعض الأحيان يجعلني هنا لا أدري ماذا أقول. احترمت التاريخ، احترمت أشياء كثيرة، احترمت مجدك، لكن أن تهين الجمهور الجزائري هكذا وأن تتسبب في ثورة عارمة على مستوى المدرجات أمر غير معقول. لننسى حسام حسن يزيد ولننسى هذه الفوضى ونتمتع بالجمهور. لا يجب أن يخطف منا حسام حسن هذه الفرحة، لا يجب أن يتسبب حسام حسن في كارثة فوق المدرجات، لأن الكل شاهد، الكل شاهد بعينيه ما حدث، الكل شاهد بأن الشبيبة كانت رائعة، الكل شاهد بأن حسام حسن لم يكن رياضيا، وحتى الكرسي احتياط الآن ترك خليفة له في الطاقم الفني ليقوم بالاستفزاز فوق المدرجات. يجب على الجمهور الجاوي أن يتفاعل مع الفوز أكثر من شيء آخر. لا يا حسام حسن، لا زالت المزيد من المباريات الهامة والمصيرية بين الكرة الجزائرية والمصرية. هناك مباراة مصيرية بين المنتخب الجزائري والمنتخب المصري في إطار إقصائيات كأس إفريقيا وكأس العالم. لا نريد أن تكون السبب في تجاوزات أخرى. استقبلوك بالورود، استقبلوك بالهتافات، أقل شيء هو أن تخرج تحت التصفيقات، أقل شيء هو أن تكون في مستوى هذا الجمهور الذي كان رائعا، كان مميزا، كان في قمة هذا الإنجاز الرائع.